بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم متتبعي قناة رباطي في البادية، ومع فيديو جديد مباشرة من البادية. الفيديو ديال اليوم غادي نهضر فيه على ونزولا عند رغبة بعض المتتبعين، نحاول تجهيز أرض فلاحية. شنو هما الحوايج اللي خصهم يدارو ملي تبغي تجهز شي أرض فلاحية لغرس أشجار الزيتون أو لغرس البصا أو الإثنين معا؟ دونك نفترضوا أنك شريتي واحد الأرض فلاحية بحال هادو، مثلا فلاحية سوا تكون فايت تزرعات أو لا فايت تحرثات أو لا، المهم باش كتبدا الخدمة على يديك، يعني كدير خدمة ديال يديك بحال هاديك اللي لهي مثلا أو هادي اللي هنا، يعني باش تقوم يعني كدوز حاجة على يديك كتعرف شنو دير. اول حاجه اللي غنصحك دير بها هي الحرث العميق. معنى الحرث العميق هو ما يعرف عند الفلاحه بالحرث بالغارق، يعني كتحرث بالغارق، كتجيب المحرث داك التروا ديسك وكتحرث به. التروا ديسك راه كيقلب الارض العمق ما يصل الى 60 سنتيم وازيد، اكثر من 60 سنتيم. حاليا مع التطورات اللي كاينه فهاد الالات هادو راه كاينين انواع اخرى ديال المحارات اللي كتحرث العمق. حنا نبقاو على الحاجه اللي معروفه اللي هو التروا ديسك او ما يعرف بالغارق او الغارق. دونك اللي كيقلب لك كيهز لك ديك التربه التحتانيه العميقه ديال 60 سنتيم كيطلعها الفوق، والفوقانيه كتهبط لتحت. دونك كما قلنا هادي اول مرحله غديرها عند منين تشري شي ارض فلاحيه وبغيتي تجهزها على يديك. من بعد اش كدير؟ من بعد كتخلي ديك الارض فلاحيه لواحد المده ما بين 6 شهور حتى العام، كتخليها يعني كتخليها انها تشمش كما كنقولوا، او كتعرض لعمليه تهويه اوكسيجيناسيون، يعني كيدخل لها الازوت وكتشمش مزيان، كيدخلها الهواء باش نردوها في اختيل، باش تردوها ارض خصبه او تربه خصبه. دونك هاد العمليه مهمه، وما تزربش واحد ما يزربش، يعني ياخذ وقته يحرث بشويه عليه، يخلي راه يعني العام دايز دايز، اللهم يخليها واحد 6 شهور ولا عام ولا 10 شهور، يخليها تشمش مزيان وتشبه مزيان وتولي خصبه. بعد هاد العمليه هادي ملي كتقوم بعمليه حرث ديال الغرق وكدوز هاد المده اللي قلنا اللي كتروح ما بين 6 شهور او عام، كدوز العمليه ديال كتروطيها، يعني كتواطيها. علاش؟ كتعيط مثلا على كتشوف الخباشات، عرفتوا الخباشات داك المحرات الخباشات المشطر كيكون عنده واحد المشاطي اللور، هذاك كتجيبو عاود وكتواطي به ديك الارض اللي قلبتي ديجا بالغرق، حيت الغرق كيخلي الارض شويه يعني التراب التحتاني كيولي الفوق يعني كيولي واحد التموجات في الارض ديالك ديال التربه. دونك كتجيب هذاك الخباشات كتعاود تمشي ويجي يمشي ويجي حتى كيروطيها، حتى كتفرتد ديك الطوبه اللي كانت لتحت وتمشى حتى كتولي تربه خصبه. داكور، هذه هي المرحله الثانيه. من بعد هذه المرحله هذه على حساب انت مثلا بغيتي دير اشجار الزيتون، قبل ما دير لا الغبار لا لين بيكا، حيت شحال واحد يقول لك واه كون حرتي بالغبار ولا كون درتي لين بيكا، لا، كاينه واحد المرحله كتسبق اللي هي مرحله مهمه. شنو هي هذه المرحله؟ هي مرحله تحليل التربه، يعني كتشوف التقنيه والمهندس تابع للجهه ديالكم وكتطلب منه انه يجي عندك ولا دير ليه عينه ديال التربه ديال البلاد ديالك. علاش هاد القضيه ديال التحاليل ديال التربه؟ باش كتعرف الحاجيات الغذائيه اللي غادي تحتاجها، يعني اشجار الزيتون وما كايناش في التربه ديالك، او البصه مثلا يعني كتحتاجها وما كتلقاهاش في التربه ديالك، كتولي تزيدها ليها باش السماد الكيميائي اللي هو الان بيكا، اللي هو الازوت فوسفور بوتاس، كنعاود نقولوها دائما كنذكر بها، يعني السماد المركب الكيميائي اللي مصاوب من الفوسفات اللي هو فوسفور اللي هو باردون ان بي كا ان ازوت بي فوسفور كا بوتاس. ملي كدير هاد التحليله ديال التربه، وهاد تحليل التربه راه هضرت عليهم في فيديوهات سابقه، راه ما كيعطيوكش غير يعني غير نقولوا غير الحاجيات من هاد لين بيكا، واني كيعطوك حتى الحاجيات اخرى، كيعطوك تحاليل اخرى ديال الحموضه ديال التربه ديالك، الملوحه ديالها الى اخره.
النقص في البور، الزنك في الحديد، يعني كتكون واحد التحاليل اللي هي شامله. هذه من جهه، يعني التحاليل اللي قلنا ديال التربه راه جد مهمه. المرحله الثالثه اللي هضرنا عليها هي انك دير تحاليل ديال التربه. ملي كدير تحاليل ديال التربه ديك الساعه كتعرف الاحتياجات ديالك ديال التربه من المواد المغذيه. دونك انت عرفتي دابا الطراب ديالك شنو خاصو باش دير الزيتون ولا دير شي غله اخر، شي نوع من الاشجار المثمره. صافي ديك الساعه كتمشي كتعزل النقله ديالك، الصين ديالك ديال الزيتون اللي بغيتي تفرس. وغادي نطرقوا هنا لاصناف الزيتون. الاختيار ديال اصناف الزيتون راه جد مهم. الصين اللي غادي تزرع اللي غادي تغرس فهو راه جد مهم. يعني كاين اصناف مغربيه اللي هي معروفه بالبيشولين المغربيه، كاين بناتها اللي هما الحوزيه والبناره، وكاين اصناف اجنبيه بحال الاربيكوين الاسبانيه مثلا. دونك كتمشي كتهف، لان هذا اختيار الصنف ديال اشجار الزيتون راه جد مهم، كيلعب واحد الدور كبير انك تعرف شنو الصنف درتي. صافي كتقوم بعمليه الغرس، كدير الحفار ديالك. الحفره من الافضل انها تكون فيها 60 سنتيم في الغرق ودير 60 سنتيم في العرض. واخا الشتله كتكون صغيره تما ما تحكمش على الحجم ديال الشتله اللي في البلاستيك، لا انت غادي دير حفره كبيره. علاش؟ كتجبد عاود داك التراب التحتاني كتحيدو، كدير التراب الفوقاني مشمش هو اللي كتردو لتحت، عاد كتحط بوزي النقله ديالك. داكور دونك حتى هنا فاهمين. صافي كتقوم بعمليه ديال الغرس. كتقوم بعمليه الغرس خصك تكون عاوتاني موجد السقي ديالك، يعني من الافضل انه يكون سقي بالتنقيط غوت ا غوت. دونك كدوز المعدات ديال السقي ديالك باش اون فوا كتغرس النقله ديالك صافي اش كدير كتسقي. داكور تفاهمنا. هاد المرحلة انت غرستي وساليتي الزيتون ديالك، غادي نرجعو دابا للتحليلة وقتاش غادي دير لين بيكا ديالك. ما غاديش ديرها في داك العام الاول، يعني تقدر تخليها حتى لست شهور الاولى او العام الاول حتى يدوز كاع، عاد كتجي وكديرها في الوقت ديالها اللي هو قبل فترة السبات ديال شجرة الزيتون، يعني في اواخر شهر 11 او اواخر شهر 12، يعني في فترة ديال الليالي، باش الشجرة منين كتفيق من السبات ديالها كتلقى المواد المغذية اللي غادي تغدى عليها العام كامل. دونك كتمشي كدي تحليلة التراب ديالك لشي فورنيسور ديال لين بيكا، كتعطيه التحليلة ديال التراب كتقولو صاوب ليا الخنشة ديالي على حساب هاد التحليلة ديال التراب ديال لين بيكا. داكور حنا عرفنا الأهمية ديال التحاليل، علاش مخصكش ديرهم في الأول، يعني تتشمش الأرض يعني حتى الطروطا عاد كديرهم باش كتعرف الاحتياجات ديالك ديال التربه ديالك من المواد الغذائيه. دونك كيما قلت كيبقى الاختيار ديالك في الاصناف ديال شجر الزيتون اللي بغيتي دير، واش اجنبيه هو من الافضل تبازي على واحد الصنف، مثلا دير بيشولين ماروكان ولا الحوزيه وتخلط بيناتهم وتزيد لهم اصناف اخرى. علاش؟ لان في الفتره ديال الجزائر هذه العمليه هذه كتساعد في الفتره ديال التلقيح، يعني في الفتره ديال التلقيح هاد العملية التنوع الأصناف كيعاون في عملية ديال التلقيح، لأنه كيما معروف أشجار الزيتون ما كتلقحش بالنحال، أو يعني في غالب الأحيان كتلقح بالرياح. دونك داك التنوع والاختلاف ديال الأصناف كيسهل هاد العملية ديال التلقيح وكيسرعها وكينجح فيها التلقيح ديال النوارة باش تعقد التمرة مزيان إن شاء الله. دونك هادي من جهة دابا تفاهمنا. صافي وسقي الزيتون ديالك وكل عام عطي الاحتياجات ديالو من المواد الكبرى والعناصر الكبرى اللي هي لين بيكا، وفي لقيت هاد النوارة عطيه العناصر الصغرى. راه درنا على هادشي فيديوهات حول المعاملات ديال اشجار الزيتون. داكور هادي من جهة، هادي الا بغيتي دير غرس الزيتون. بغيتي تزيد ليه البصة مثلا، العامل اللي هو مهم في زراعة البصة هو وقت الزراعة واختيار البذرة. مثلا هاد البذور هادي ديال هاد البصة هادي اللي كتشوفو حاليا، هادي بذور ذات يعني جودة عالية وهي بذور أمريكية. كما قلت ديجا في واحد الفيديو سابق كنت هدرت عليها، فالفرق أنه هاد البصة هادي
هيا ما شاء الله، شوف الورقة ديالها كداش تبارك الله. يعني هادي راه تحشات دابا تقريبا 15 يوم ما كاملهاش، شوفوا كيفاش خلفات في ساعة. يعني البذور الأمريكية أو البذور الأجنبية بصفة عامة عندها أول حاجة واحد المعامل ديال درجات الحرارة، يعني عندها داك المعامل طالع، يعني ما كتعكزش في الليالي. العربية هكا تعرفت باش يفهموها الناس، يعني في الليالي ما كتعكزش. علاش؟ داك الاندكس ديال البرودة عندها طالع، داكور. دونك أول حاجة هي اختيار البذرة، يعني الزريعة تختارها، من الأحسن دير بذور أجنبية. إلا درتي ديك المعاودة والبلدية غطيح في بعض المشاكل، لأن هذيك البلدية هي غير معاودة محشوشة وعاود مدروسة، كتجي معاها الزريعة ديالاش ديال الربيع، ديال شي حشائش اللي زعما غادي كتفوها لك في الأول. أما هذي كتكون الزريعة ديالها منتقات، يعني معزولة، ما فيهاش شي حاجة أخرى من غير الزريعة ديال صافي. هذي من جهة، ولا لقيتو هاد الحشرة هادي في الفصة ديالكم غير خليوها، ما تقتلوهاش. هادي راه من عند الله، هي وحدة راكبة فوق وحدة، مي المهم خليوها عندك وترشو عليها شي دواء. ولات انت هادي هي اللي كتنقي كاع، كتنقي الفصة ولا أشجار الزيتون ولا أي غلة كتنقيها من الفطريات. هاهي الحمد لله، أنا ملي كنشوفها راه كنفرح ملي كنشوفها هنا في الفصة. الكوكسينيل سميتها الكوكسينيل، واقيلا الكوكسينيل سميتها الخنفساء الحمراء اللي كيكونوا فيها نقط سوداء. سي الكوكسينيل نو، لا ماشي كوكسينيل، والله ما عقلت عليها. كوكسينيل هو كلب الصاف، كوكسينيل هو واقيلا هو داك بالعمام نو، والله ما بقيت عقل. صافي تلفت الفرنسي، ما عليناش، نبقاو في الموضوع ديالنا. دونك قلنا العامل الاول اللي هو ضرورة انتقاء البذور، تعزل البذرة ديالك اللي غادي دير باش تعطيك فصة مزيانة. العامل الثاني هو فترة ديال الزرع. شخصيا انا وكتجربة شخصية انا اختاريت الفترة ديال شهر 5 العام اللي فات باش لحت الزريعة ديال الفصة، يعني درت واحد التحدي ديالها في فصل الصيف او في بداية فصل الصيف والحال سخون. علاش؟ لانه فاش كديرها في فصل مثلا كديرها في شهر 10 ولا 11 كيجي موراها البرودة، يعني تقدر تعكز ليك ديك الزريعة ما غاديش تثبت الجذور ديالها في الارض. بار كونتر في شهر 5 راه عندك من شهر 5 حتى شهر 12 عاد يبرد الحال، يعني عندك راه 6 شهور او 7 شهور راه الفصة غتربي الجذور ديالها وتحشى الحشة الاولى والثانية والثالثة والرابعة، صافي تتولي تشد راسها. يعني كيبقى امامك واحد التحدي اللي هو شنو هو؟ السقا، الماء. ضروري خصك تسقيها مزيان وتحضي معاها في الماء باش ما تموتش لك. وكانت ديك الساعة كانت غلباتنا، واني يعني محناتنا شوية، واني الحمد لله تغلبنا عليها ديك الساعة، واخا تمحنا شوية ماشي مشكل، تغلبنا عليها وها النتيجة الحمد لله. اللهم لك الحمد، ربات الجذور ديالها وصدقات. بالنسبة للسقي، السقي في الأول كدير السينتا قوتا قوت، راه كنت هضرت على هادشي في فيديوهات سابقة، يعني كدير السينتا باش الزريعة تشرب الماء ديالها، لأن السينتا راه كتسقي لك واحد المسافة لي مزيانة وكتخلي تا الأرض مخمرة مكتبريساش، داكور. من الأحسن أنك في الأول دير السقي بالتنقيط قوتا قوت السينتا، منين تكبر الفصة ديالك وتشد مزيان ديك الساعة عاون بالرشاشة. تا واحد الرشاشة غنوريها ليكم دابا، راه حيت الشمس بدات كتغرب، يعني الطاقة الشمسية مبقاتش كتلوح الماء فورسي. دونك هاهي واحد الرشاشة، هادي كدور، هادي ديال النحاس، راه عندها واحد المسافة تبارك الله، راه كضرب ليك تا 3 متر و 4 من هاد الجيه، 3 4. دابا حيت الشمس نقصات شوية على ألواح الطاقة الشمسية، دونك مبقاش الجهد باش كدور، يعني كدور راه كتسقيها الجهة كاملة، عاود تحولها لواحد الجعبة أخرى بحال هادي، و جعابي أخرين راهم مكاينين الوسط، شتوهم، داكور. دونك منين تكبر الفصة ديالك عاونها بالرشاشات، خلي الكوتا كوت عاونها بالرشاشات، حيت الكوتا كوت كتلقى معاها بعض المشاكل، يقدر يتبوشها في القيتة ديال الحشان إذا كتحش بالمنجال ولا، يعني دائما كيكونوا بعض البلايص ما كيوصلهمش الماء. دونك عاون بالرشاشات، الرشاشات علاش كديبلاسيهم؟ كتحركهم فين ما بغيتي وتحطهم فين ما بغيتي، وهذا هو اللي كاين بالنسبة لزراعة الفصة. كور اللي عنده شي تساؤل تيعاود يطرحوا ليا في التعليق، والناس اللي عندها الواتساب ديالي تواصل معاه.
ما كاين حتى شي مشكل. انا راه غير كيما قلت لكم، انا ما تقني ما مهندس فلاحي ما والو، غير واحد استثمر في واحد البقيعه، ودائما في اطار التجربه، وحنا كنشوفوا النتيجه. هادشي اللي كاين. دونك هذا كان فيديو حول تجهيز ارض فلاحيه بغرس اشجار الزيتون او بالفصة او الاثنين معا، والحمد لله راه النتيجه غاديه في تحسن مستمر الحمد لله. دابا بالنسبه للزيتون هما كتشوفوا ما شاء الله العمر ديالو 3 سنين ونص، شهر 10 ان شاء الله العام ديال هذا العام غيكمل 4 سنين. اللهم لك الحمد، الشجر كي داير الحمد لله الحمد لله. اللهم لك الحمد، اللهم بارك، طلبوا ربي العلي حاشمنا. هادشي اللي كاين. دونك كنظن وكنتمنى ان هذا الفيديو هذا يعني يجاوب على التساؤلات ديالكم حول كيفيه تجهيز ارض فلاحيه من الالف للياء، من ا لزد. وحاولت انا نتطرق لكل شيء، يعني كاع داكشي اللي عرفني به الله سبحانه وتعالى، وكان نتائج من التجارب اللي درت انني نوصل لكم الطريقه ديال تجهيز ارض فلاحيه. دونك كما قلنا نعاودوا ونختصروا، هو الحرث العميق يعني تخلي التربه ديالك تهوى مزيان وتشمش، من بعد تروطيها، من بعد دير تحاليل ديال التربه، من بعد اختار انواع ديال الزيتون الصيف اللي بغيتي تغرس، ومن بعد السقي ضروري، السقي المنتظم كما قلنا، والزريعه تاع ديال الفصه الا بغيتي تزيدها حتى هي ضروري تعزل الصنف اللي بغيتي. اللهم يسر. وشكرا لكم على التعليقات وعلى المتابعه. اللي عنده شي تساؤلات او شي تعليق ما يبخلش علينا، عنده شي فائده يعاوننا بها، وهذا الشيء اللي كاين. وشكرا بزاف، والسلام عليكم ورحمه الله، الى فيديو اخر ان شاء الله.